بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين يا رب العالمين. اشتهر الإمام أحمد بن حنبل بغزارة علمه، ذاع علمه ده كده، وذاع قد إيه هو قوي في العلم واشتهر بذلك، وهو لا يزال على قيد الحياة، بل نقدر نقول إن علم من خلال قراءة الدقيقة لسيرة الإمام أحمد بن حنبل، إن علم الإمام أحمد بالحديث والآثار ذاع انتشاره في كل مكان، وهو حتى لا يزال شابا يتلقى العلم وبياخد عن الشيوخ علم الحديث، حتى قال يعني له شيخه الإمام الشافعي، ودي في المناقب اللي وردت في سيرة الإمام أحمد بن حنبل، الإمام الشافعي وهو أستاذه يقول الإمام أحمد بن حنبل: أنت أعلم بالأخبار الصحاح منا، فإذا كان الخبر صحيحا فأعلمني حتى أذهب إليه كوفيا أو مصريا أو شاميا. يعني الإمام أحمد بن حنبل بيقول له أي مكان يعني طريق هذا الخبر أعلمني به، وانت بتقدر توصل لذلك لأنه تخصص الإمام أحمد بشدة في هذا المجال. ونقدر برضو نشوف مدى تواضع الإمام الشافعي وهو أستاذ الإمام أحمد بن حنبل، غير أن يعني الشافعي وجد من الإمام أحمد أنه تعمق يعني بشدة، وأنه تفرغ للحديث الشريف وعلومه، وهو ده اللي احنا بنسميه في المجال الأكاديمي العلمي بالتخصص الدقيق. يعني هو تخصص تخصصا دقيقا في علوم الحديث، سندا يعني في علم الرجال اللي هم الرواة، فلان روى عن فلان عن فلان، سلسلة المريد عن شيخه، وهكذا في نقل الرواية والبحث في هؤلاء الرجال من جهة العدل والضبط وغيرها من الشروط اللي وضعها علماء الحديث في قبول يعني سلسلة السند. وكذلك تخصص الإمام أحمد في السند وفي المتن، المتن يعني نص الحديث، يعني في ألفاظ الحديث، في معاني الحديث الشريف. الإمام الشافعي وإحنا بنتعلم من هؤلاء الكبار العظام، الإمام الشافعي وشيخ الإمام أحمد بن حنبل يطلب من تلميذه الإمام أحمد إنه لو وصل إلى الحديث اللي صح سنده ومتنه يخبر به شيخه الإمام الشافعي. ده داو الإمام الشافعي، يعني هو يطلب ذلك من الإمام أحمد، والإمام الشافعي له عمل كبير في الحديث الشريف وعلى وجه الخصوص في علوم الحديث الشريف. لكن الشافعي الحقيقة كان بيجل الإمام أحمد وبيقدر فكره وبيقدر منهجه وبيقدر حفظه وضبطه للحديث الشريف وتتبعه للخبر بدقة، فده كان شهادة كبيرة من الإمام الشافعي لتلميذه الإمام أحمد بن حنبل. وده بيورينا مكانة الإمام أحمد بن حنبل حتى وسط شيوخي وتلاميذي والناس جميعا، حتى قبل ما يقعد ويحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد مقعد الأستاذ ليعلم، شهد له الجميع بذلك. ومن هنا بنشوف مدى خدمة هؤلاء الأئمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي برضو عن الإمام الشافعي أنه قال في الإمام أحمد وهو بيوصف، وصف اثنين من ضمنهم، قال إنه الإمام أحمد ما رأيت أعقل من أحمد بن حنبل، وذكر آخر، وذلك عشان يقول العقل ده دلالة على ضبطه كذلك للمنهج اللي الإمام أحمد حطه لنفسه ومشي عليه في رحلته الكبيرة مع الحديث النبوي الشريف. كمان ذكر المعاصرين للإمام أحمد بن حنبل اللي منهم علي بن المديني البصري. علي بن المديني البصري ده من أكابر شيوخ البخاري ومن الأئمة في علم الحديث النبوي الشريف، وكذلك في رواية الحديث، وروى كمان عنه برغم أن هم أقران يعني زمايل، روى عنه الإمام أحمد بن حنبل. فكان يقول علي بن المديني: ليس فينا أحفظ
من أبي عبد الله بن حنبل، يعني ليس في ما فيش حد فينا أشطر في حفظ الحديث من أحمد بن حنبل اللي هو أبو عبد الله. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل كان لي ولد اسمه عبد الله من ضمن أولاده، وعبد الله أيضا من سلك نفس الطريق في مسألة رواية الحديث، وروى عن والده كذلك وتتلمذ على يديه، فيكنى بأبو عبد الله أحمد ابن حنبل، هكذا يشهد له رفيقه ومعاصره علي ابن المديني، وهو إمام من الأئمة الكبار على مدى دقته في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الحقيقة كان الإمام أحمد بن حنبل بيمتاز بقوة حفظه وضبطه، مش حفظ عادي، حفظ متقن للحديث وضابط فيه الحديث بالضبط. وده غير الحفظ كان عند هذا السلف الصالح يشمل التدوين ويشمل الحفظ في الذاكرة، وإن اختلفت أدوات التدوين من زمن إلى زمن، لكن هذه الصورة في الحفظ موجودة منذ زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة والأجيال اللي جت بعد الصحابة التابعين وتابعي التابعين، هكذا مش سلسلة أو مش الحديث الشريف هكذا في مرحلة طبيعية من عصر التأسيس ووجود هذا العلم الشريف الوحي الثاني السنة النبوية المطهرة، في تطور بيواكب في مسيرته الأدوات اللي كانت موجودة لحفظ العلم اللي كمان كانت بتتطور بالوقت، لكن مع شح هذه الأدوات في زمن أو في العهد النبوي الشريف إلا أنه كان هناك حفظة وكان هناك كتبة وإن كانوا قلة بين العرب. وحفظ الإمام أحمد للحديث الشريف وقوته في الضبط دي يعني جات لنا أخبار كتير، تضافرت الأخبار حول قوة حفظ من كتير من علماء عصره اللي شافوا الإمام أحمد وعاصروه ورافقوه. الإمام أحمد بن حنبل بيقول نفسه وبيحكي عن مسيرته في تعلم الحديث النبوي الشريف، بيقول كنت أذاكر وكيعا بحديث الثوري. الإمام وكيع هو شيخه وشيخ كمان الإمام الشافعي، فالإمام أحمد بيحكي يعني طبعا إن هو الروايات الحديثية اللي رواها الإمام سفيان الثوري، وسفيان الثوري ده فقيه كوفي كبير من أهل العراق وإمام كبير من أئمة الحديث النبوي الشريف، واحد من تابع التابعين، ولد الحقيقة سفيان الثوري في الكوفة سنة 97 هجرية. فكان الإمام أحمد بن حنبل بيذاكر الحديث اللي روى سفيان الثوري عند وكيع عليه رحمة الله، وبيوصف الإمام أحمد ابن حنبل أنه كان وكيع إذا صلى العشاء في المسجد خرج من المسجد إلى بيته أو إلى منزله، وهو بيقول كنت أذاكره، بقى يروح يبدو أنه كان عامل له مجلس مخصص له، مجلس خاص به، فيذهب إلى وكيع ليذاكر عنده الحديث من رواية سفيان الثوري. فبيقول فربما ذكر 9 أحاديث أو 10 حسب اللي بيتفتح عليه بيها ساعتها من عطاء ومذاكرته للحديث الشريف مع شيخه وكيع، يقول له 9 أحاديث حسب كل جلسة بقى، مرة 9 مرة 10، فبيقول الإمام أحمد فأحفظها، فإذا دخل قال لي أصحاب الحديث اللي هم بقى المتخصصين في ذلك الزمان من طلبة الحديث الشريف أملي علينا، أملي علينا يعني ادينا الأحاديث اللي تعلمتها من وكيع، أملي علينا، فهو يقول الإمام أحمد فأمليها عليهم فيكتبونها. وده صورة من الصور اللي بتأكد حرص الإمام أحمد الدائم على تلقي الحديث الشريف، سواء من العلماء المعاصرين، سواء اللي عنده في العراق أو اللي خرج إليهم في بلدان أخرى كما رأينا في حلقات سابقة. شهد في الحقيقة للإمام أحمد أغلب المعاصرين بقوة حفظه وضبطه، فقد قيل لمعاصره أبي زرعة من رأيت من المشايخ والمحدثين أحفظ؟ قال أحمد ابن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان أحفظ لأنه كان منقطع إلى العلم بصفة عامة،
ما كانش بيضيع وقته، وكان منقطع للحديث الشريف بصفة خاصة. هو ملك للعلم، حياته كلها بيرتبها عشان يتلقى الحديث النبوي الشريف، ويدا بيسافر الأصفار بتاعته يروح يمين وشمال عشان يتلقى العلم من المحدثين. هو خصص حياته للعلم، ما شغلش نفسه بشواغل الدنيا اللي بيتوه معاها الإنسان، وتبقى الذاكرة تضعف من مزاحمة الذاكرة بالكثير والكثير من الأشياء التي تعتبر شواغل فتصرف القلب عن التركيز. إنما كان الإمام أحمد بن حنبل كل تركيزه على هدفه، وهو الحديث النبوي الشريف. وكان بسبب ذلك إنه ترك مؤلفات نفيسة بتصنف أغلب المؤلفات بتاعته، إن إحنا نحطها لو إحنا بنقول موضوعها إيه الغالب، فهي موضوعها الحديث الشريف. حتى لو كان هناك كتب ليها أسماء هي لا تدل بأسمائها على الحديث، لكنها برضو إذا قرأت أو قرأت هذه الكتب هتجد إنها بتندرج تحت الحديث الشريف، لأنه الإمام أحمد اعتمد في منهجه على إنه على الكتاب وعلى السنة، وإن هو بينطلق منهما لأي موضوع يتحدث فيه. والحقيقة إنه أغلب ما كتب بيعتمد أكثر ما يعتمد على الأحاديث النبوية الشريفة، بتأخذ كتب الإمام أو مكتوبات الإمام أحمد من الحديث الشريف المادة بتاعتها، وبتنسج منها هذه الموضوعات والمؤلفات. والحقيقة ما ورد بشأن كتب الإمام أحمد بن حنبل، طبعا أشهر وأعظم كتاب للإمام أحمد هو كتاب المسند، وهناك كتب إحنا وجدناها مطبوعة، أو كما ذكر العلماء بأن في هناك له كتب مطبوعة في عالمنا، وفي كتب يعني في طبقات الحنابلة أشاروا إليها لكنها غير أو موجودة الآن. يعني من الكتب بقى اللي موجودة كتاب الصلاة، وذكر أهل التحقيق بأنه يعني كتاب صغير، وكتاب كذلك في اسمه السنة، وهو عبارة عن زي أشبه برسالة صغيرة، كتاب الورع، كتاب الزهد، وغيرها من الكتب التي يعني اطلع عليها السادة العلماء. لكن أعظم هذه الكتب وأقواها، واللي هي محل الشاهد بالنسبة لنا في هذه الحلقات اللي بنحاول من خلالها نرد هذه الهجمات على سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذه الهجمات التي طالت علماء الأمة اللي خدموا الحديث النبوي الشريف، بأنه من أعظم الكتب في تاريخ المكتبة الإسلامية كتاب المسند للإمام أحمد بن حنبل، وهو كتابه الشهير في الحديث النبوي الشريف. لأن الإمام أحمد قعد يكتب هذا الكتاب ويجمع في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسند طول حياته، وضمن في المسند أو ضمن في هذا المسند بين دفتي آلاف الأحاديث النبوية الشريفة. وشفنا من خلال سيرة الإمام أحمد بن حنبل كيف كانت أسفاره وجهده الصابر في طلب الحديث الشريف، يسافر إلى كل محدث من أكابر أهل الحديث الشريف ما استطاع إلى ذلك سبيل عشان ياخد منهم الحديث النبوي الشريف. خلي بالنا زمان ما كانتش وسائل الانتقال سهلة ولا وسائل المعرفة ميسرة، كان الواحد منهم يقدر من علماء أو من أهل التخصص في الحديث يسافر ممكن لبلد أخرى عشان يحصل على حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لتدرك هذه الأجيال الآن في هذا العصر الحديث يعني أن كل شيء سهل، فيبقى أن نقرأ وندرس ونتعلم ونتبع هؤلاء الأكابر. كانوا يتركون ديارهم وأهليهم ويسافروا شرقا وغربا ويتكبدوا التعب. وشفنا الإمام أحمد بن حنبل وصل إلى أنه اشتغل شيال عشان يوفر النفقة حتى يصل إلى صنعاء، إلى محدث صنعاء الكبير الإمام عبد الرزاق بن همام، ليأخذ منه الحديث، لأنه محدث كبير يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحنا بنقف في المحطات دي عشان نعرف جهد هؤلاء الأئمة الكبار، ما يجيش شوية صبية
يلعبوا بعقول الشباب ويقولوا فين السنة دي، ده ما فيش حاجة اسمها سنة، ده قعدوا يألفوا السنة زي كلام المستشرقين أو كتبت وهم مش فاهمين يعني إيه التدوين الرسمي ويعني إيه التجميع اللي حصل، ومش قادرين يميزوا بأنه في جيل عظيم اسمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ زمن التأسيس. وأنا بيروق لي أن أنا أطلق على أنه زمن تأسيس ووجود الحديث الشريف هو زمن النبوة الشريف، الوحي الثاني، السنة النبوية المطهرة. كيف كان لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهملوها أو ألا يتعلموها أو ألا يحفظوها في القلوب قبل الصدور وفي السطور قبل أن يأتي مثل هؤلاء فيتهجموا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النمط اللي فيه تطرف لا ديني لا ديني؟ لأننا لما أفصل شطر التشريع، لأن إحنا التشريع القرآن والسنة، أفصل أنا وأقول السنة ما فيش، ده هو قرآن، ده طريق عشان بعد كده أوصل إن أنا أطعن في القرآن ذاته. هؤلاء يصنعون ذلك ويقومون بذلك، هؤلاء الأكابر كانوا يسافرون شرقا وغربا، أئمة علماء المسلمين اللي ربنا سبحانه وتعالى وفقهم لذلك صيانة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يسافر عشان يوصل لحديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعه من الذي روى عن فلان عن فلان عشان يستوثق من النص اللي هيدونه واللي هيكتبه. اشتهروا الحقيقة هؤلاء بالتحديث والرواية اللي هم الأئمة، وده باب كبير جدا في علوم الحديث ورائق وماتع جدا، الإنسان هو بيقرأ فيه بيحس بعظمة هؤلاء الأئمة الكرام والذين يعني شرفوا هذه الأمة بأعمالهم الزاخرة، بصبرهم في طلب العلم، بحرصهم على تلقي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، بإصرارهم على خدمة الحديث الشريف، اللي الحقيقة هم كمان كانوا أئمة، تلامذة بتروح لهم يتعلموا منهم، وهم كأئمة علموا تلامذتهم ما كانوا يقصرون في خدمة الحديث النبوي الشريف، ويسافرون إلى بلاد بعيدة ليعلموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقطع إليهم تلاميذهم ومريدينهم المسافات الطوال عشان يتعلموا منهم. وده كان النهج الكريم، ده هذا النهج الكريم في العلم والتعلم هو منهج الصحابة الكرام ومن بعدهم التابعين الأبرار وتابعي التابعين الأخيار. كل جيل بيورث الجيل الذي يليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقومون بالتحديث، يعني يروا حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقومون بالتحديث والرواية بأمانة عظيمة ودقة وضبط شديدين، وفي رعاية ربانية دائمة. وكيف لا وهو الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشريعة الباقية والخالدة إلى يوم الدين. هؤلاء الأئمة الكرام من علماء المسلمين كانوا حملة لهذا الحديث الشريف، كانوا حملة للحديث، حفظة للحديث، حراس بتوفيق الله تعالى لهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صيانة للوحي الثاني، سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، والتي قال الله تعالى بشأنها مخاطبا نبيه الكريم في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الحكمة اللي هي إيه؟ الحكمة إنما هي السنة النبوية المتمثلة في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي وتقريرات النبي التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم، هي مبينة من الله تعالى، مبينة معنى ما أراد سبحانه وتعالى في كتابه، وهي منزلة من الله سبحانه وتعالى على نبيه. وقد نص القرآن الكريم على لزوم العمل بالسنة المطهرة في قول الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم
وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي. مولاي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون، مرحبا بالجميع وسائر طبعا مشاهدينا الأعزاء في كل مكان. نذكر بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا للتواصل من خلال الصفحة، اللي حابب يبعت الأسئلة، استفسارات، اقتراحات، أي شيء، بنكون في شريف انتظار كل الأسئلة، بنجاوب عليها تباعا. كما حضراتكم تعلمون كل يوم أربع بنلتقي بحضراتكم من السبت إلى الأربعاء في تمام الخامسة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية. ناخد أستاذة نغم. أستاذة نغم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا. يا حضرتك عاملة إيه؟ الحمد لله رب العالمين. أنا أسفة على إزعاج. أبدا، ده إسعاد وليس بإزعاج. الله يطول بخاطرك حضرتك. أنا بتوضف الحمام فبدعو وأنا بسري، فهل يجوز ولا يجوز؟ حاضر. السؤال اللي بعديه، إن شاء الله يوم الخميس مثلا بالليل أنا ابتديت أقرأ القرآن، فجاه عليا منتصف الليل أو الساعة 1 صباحا يوم الجمعة قريت فيها سورة الكهف. فيلزم ان انا اقرا تاني سوره الكهف في وقت العصر ولا خلاص قريتها؟ ان حضرتك بتيجي من الخميس بالليل بعد المغرب، يعني في اي وقت اقراها تاني يعني؟ لا يعني انت الخميس من العاده بتاعه حضرتك من بالليل ابتديت اقرا القران، تقري القران عموما ومن ضمنه سوره الكهف. ايوه. وبعدين حضرتك بتسالي هل لازم ارجع تاني اعيدها تاني يوم ولا لا؟ العصر. حاضر. السؤال اللي بعديه، اتفضلي. في سوره الاعراف، ورحمتي وسعت كل شيء سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، اشمعنى الزكاة اللي خاصها بالمعروف؟ حاضر. السؤال الأخير معلش. لا ولا يهمك. الله يكبر بخاطر. أنا بقلب حبيبتي صفحات المصحف ما بين إصبعي بين لساني كده وأقلبها، فهل يجوز ولا يجوز؟ لقلب أوراق المصحف. أيوه. تمام يا فندم. شكرا. أشكرك على أسئلتك الموجزة والمحددة. ست أم محمد، السلام عليكم يا دكتورة. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ست أم محمد، لا تسلم يا دكتورة والله. يعني احنا بنحب خالص في الله والله. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه والله، وجمعنا وإياكم على منابر من نور. الله يا رب. اللهم أمين يا دكتورة. أنا عندي السؤالين اللي قلتهم للأستاذ. الأول سؤال ده اللي هو إيه، أنا كنت في عمرة وراح جيت بعد ما جيت رجعت البيت حلمت إيه الحجر الأسعد زي اللي حطيت في إيدي عليه، وبعد كده استحطيت إيدي عليه غرفت من جوه، دخلت يدي فيه من جوه غرفت وشرقت، وبعد كده غرفت غرفة ثانية مسحت صدري. ده السؤال الأول. دي رؤية يعني؟ دي رؤية. وجدت السؤال الثاني اللي هو ايه، انا بصلي دايما على طول من زمان قيام الليل وتهجد، التهجد ده لما بلقى نفسي خلاص الفجر قرب واروح مستر لي ايه، بدل ما اصلي بالوقيعة والتبارك كده يعني، اروح ماسكة قرية سورتين قل هو الله احد، اقولهم ورا بعض يعني، والركعة الثانية قل الله احد برضه.
انت يعني يعني حضرتك كنت بتقومي الليل قبل كده بالواقعه والرحمن وبعد كده تخف لما اتزنت، مش يعني مش على طول، مش عاده دائمه يعني. لما بس المهم انك بتقومي الليل. ما لازم اقوم يعني ان شاء الله يعني، ربنا بس يزيد. لازم التهجد غير قيام الليل ده. قيام الليل ده بصليه بعد العشاء. هو كله قيام ليل، هي بس اوصاف لاحوال اللي بيقوم يعني. لا يعني اللي بكون نايمه مثلا واقوم في النوم. يعني بيبقى تهجد ترك نومه وقام للصلاه، ده وصف للحاله بتاعتي لما انا، لكن كل ده اسمه قيام الليل. فحضرتك بس السؤال انه كنت بتصلي بصور معينه طوال نعم، ولما الوقت يبقى ضيق مع حضرتك بتختصري على قصار الصور. فحضرتك بتقولي هل في ذلك شيء ولا لا؟ لا ذلك يعني ايه، عشان انا بصلي اثنين مثلا اقول قل هو الله واحد اقولها مرتين. يعني ربما اكون بقول حاجه يكون مش مثلا ما حصلتش او كده، يكون انا بحرك يعني. انت بتعيدي السوره مرتين عشان تتاكدي انك قريتيها؟ عشان لا مش عشان اكون بكلم، عشان يعني بيقول لك متصلى بتل قل هو الله واحد تلت القران، فلما انت تصليهم مرتين والمره الثالثه الركعه الثانيه برضه بقول هو الله واحد، يعني بقى زي ما كنت ايه صليت القران كامل. حاضر. هل ده انا علي اسم ولا علي حاجه؟ حاضر، شكرا. ست ام احمد، السلام عليكم. عليكم السلام ست ام، يا رب تكوني بخير دايما يا رب، وربنا يجازيك عنا خير يا رب. يا رب اللهم امين اجمعين. بعد اذنك، انا عملت طواف الافاضه بعد رابع يوم من رمي الجمرات بعد العشاء، ده صح ولا ايه؟ ولو كان في عملتي طواف الافاضه بعد رابع يوم من رمي الجمرات. حاضر، ولو كان في حاجه غلط اعمل ايه دلوقتي؟ حاضر، ربنا يبارك لك يا رب، شكرا. العفو العفو. معانا الاستاذ محمد. ايوه يا فندم، محمد ابراهيم سليمان. الاستاذ محمد، ايوه يا فندم، اتفضل يا استاذ محمد مع سيادتك. انا بقطع في الصلاه، مش يعني مش ايوه يا فندم، مع حضرتك اتفضل. انا بقطع في الصلاه مش منتظم في الصلاه، ده اول سؤال. ثاني سؤال اتفضل. سمع حضرتك. ثاني سؤال، المدام عندي تعبانه فبتنام وبتقوم العصر مثلا، ما بتتوضاش، بتقوم تصلي العصر والمغرب كده. يعني ما بعد اذن حضرتك، يعني هي مثلا رقيده في فراشها ما بتتحركش؟ لا هي بتتحرك، بتتحرك وبتتوضى الصبح، بس بتفضل على وضوها بقى طول النهار حتى لو نامت وصحت. هل ده يجوز ولا لا؟ حاضر. انت الصلوات اللي بتفوت حضرتك بتقضيها ولا ما بتقضيهاش يا استاذ لا محمد؟ ما بقضيهاش بصراحه. طيب يا استاذ محمد، حاضر، هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله ربنا يعين نبدأ في الرد على أسئلة حضراتكم بإذن الله تعالى وتيسير. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام. الأستاذة نغم ليها أربع أسئلة، في سؤال منهم في التفسير هنأجله في حلقة المسجل عشان ناخد وقتنا في التفسير. السؤال الأول الخاص بالوضوء في الحمام، وهي بتقول أدعية الوضوء في الحمام ده يجوز؟ يجوز إن شاء الله تعالى، لأنه ده مش الحمامات الموجودة دلوقتي، مش هي صورة الخلاء اللي كان موجود زمان، فيجوز لك ذلك. صاحبة السؤال، حضرتك بتقري الكهف الخميس بالليل، ده ينفع ولا لازم ارجع تاني اعيدها الجمعه؟ يجوز، واحنا قلناها قبل كده من اول ما يدخل وقت المغرب عندي اللي هو مبدا الليل، فيجوز من دخول وقت المغرب من ليله الجمعه ان انا اقرا سوره الكهف، لان دي ليله الجمعه. حبيتي انت بقى تاني يوم تزودي تقريها مره تانيه بتاعتك، لكن هي اجزاتك ان شاء الله، فلا مانع إذا حبيتي من تكرارها يوم الجمعة، ولك الأجر والثواب، على كل حرف الإنسان بيقرأ عليه أجر وثواب، والله يضاعف لمن يشاء. لكن هي تجزئك يعني سليم، مش محتاجة تكرريها تاني لو أنت مش عايزة تكرري. قرأتها ليلة الجمعة أو قرأتها يوم الجمعة، فهذه ليلة الجمعة بدخول مغرب
المغرب في يوم الخميس كده بالليل أو المغرب يدخل، يبقى دي أول ليلة اللي هي ليلة الجمعة. بالنسبة لي إن حضرتك بتبلي الإصبع بالريق لقلب أوراق المصحف، يعني الأولى أنه لا يجوز ذلك لكرامة المصحف وجلاله. الواحد يتعامل هذا كتاب الله، فإحنا نوقره ونبجله، وليكن قلب الأوراق بغير الريق. صاحبة السؤال أيتها الفاضلة الأستاذة نعم. الست أم محمد كانت في عمرة وحلمت الحلم اللي هي قصيته علينا، وناشفت الحجر الأسود ودخلت وكأنها دخلت فيه واغترفت منه. يعني أنا مش بتاع، يعني مش لا أفهم يعني أو لا أعبر الرؤى، لكن ما أستشعره من هذه الرؤية إنه رؤية الحجر الأسعد على الصورة اللي حضرتك ذكرتيها أنها بشارات وأنها دلالة على قبول هذا العمل الصالح، وهي أدائك العمرة اللي حضرتك قمت بيها. وربنا سبحانه وتعالى لما تكلم في سياق الحج والعمرة ذكر وقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ولعلك يعني أخلصتي وركزتي في أدائك هذه الشعيرة المباركة، فكانت هذه أوثيقت لك هذه البشريات في منامك يا أستاذة يا ست أم محمد. حضرتك بتصلي في القيام، أنا بس عايزة أكد على الأسماء الخاصة بالقيام، تهجد، قيام ليل، كل ده صلاة الليل، كل دي أسماء لمعنى كبير لموضوع اسمه قيام الليل. الواحد يصلي من بعد العشاء إلى براحته بقى في أول الليل أو وسط الليل أو آخر الليل أو التلت الأخير كما يشاء، إنه بيواقع الصلاة في هذا الزمان ده بتبقى ويتطوع بهذه الصلاة لله سبحانه وتعالى. فلا مانع من الصلاة في قيام الليل أو في صلاة الليل إنه يصلي بقصار الصور، يعني أصلي بالضحى، أصلي بقول هو الله أحد، قل أعوذ برب الفرق، أصلي والعصر، إن الإنسان لفي خسر، ده معنى قصار الصور. وكمان يجوز إنه الإنسان يكرر بعض الصور في الركعات كالإخلاص، وربنا يتقبل منك يا ست أم محمد. طيب بالنسبة للست أم أحمد بتتكلم عن طواف الإفاضة، إنها أدته رابع يوم من رمي الجمرات. طبعا طواف الإفاضة ده ركن من أركان الحج، واللي حضرتك عملتيه ده في الوقت اللي حضرتك أشرت إليه صحيح إن شاء الله تعالى. وطبعا الفارق بين الركن وغيره إن العبادة بتقوم عليه، لو فاتني ركن فاتتني العبادة. وإن شاء الله حج مبرور، أسأل الله تعالى لكم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا صاحبة السؤال، فما قمت به سديد على بركة الله. الأستاذ محمد بيقول إن هو بيقطع في الصلاة، مش منتظم في أداء الصلاة، ده أول سؤال. لازم تعين نفسك يا أستاذ محمد، لأن إحنا كده يعني الصلاة دي تاني ركن من الأركان، فإن أنا بستعد للصلاة وتهيأ ليها بقلبي ووجداني وعقلي، إن أنا عايز أحافظ على الصلاة. عقلي يعني إن أنا عايز الإرادة تتدخل، أريد أن أنا أصلي عشان أقوم بهذا الركن العظيم، وإن أنا أسارع على طول أول ما أسمع دخول الوقت إني أتوضأ وأقوم أصلي على طول، لأن الصلاة على وقتها دي من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وبعد ما أصلي وفي كل وقت أسأل الله سبحانه وتعالى، أقول له ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. شوف القرآن بيعلمنا أن احنا ما نستأثرش بالخير لنفسنا بس، ادعي لنفسك ولذريتك، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. كثرة ذكر الله تعالى وكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معينات، لأن احنا أمرنا بكثرة الذكر في القرآن الكريم مطردة للشيطان، مطمئنة لقلب ونفس الإنسان، دافعة بالإنسان إلى مزيد من الخيرات. كل خير يبقى عنده حرص على أنه يحصله وأنه يعني يغتنم كل الفرص الطيبة. الصلاة قلنا الركن الثاني في الأركان بعد الشهادة،
وأول ما يحاسب عليه العبد. وإذا صلحت الصلاة صلح سائر عمله. فأسأل الله سبحانه وتعالى لك عونا ومددا. الصلوات اللي فاتني أدائها أبدأ في قضائها، لأن أنا ارتكبت في هذا الأمر إثما عظيما. أول حاجة إن الصلاة ليها وقت مؤقتة بمعاد، ما ينفعش المعاد يعدي وأنا ما بصليش، لازم المعاد قبل ما يفوت وقت الصلاة الحاضرة أكون مصلي الصلاة بتاعتها على وقتها. والإثم الثاني إن عد خرج الوقت وأنا لغاية دلوقتي ما قضيت، لم أقضي هذه الصلاة. وكما قال صلى الله عليه وسلم، وهو يعلمنا صلى الله عليه وسلم، فدين الله أحق بالقضاء. صحيح كان بيتكلم في مثال آخر أو في ركن آخر من أركان هذا الدين الحنيف لمن لم يقم به ويؤديه، فوجب برضو كان في ركن الصيام. لكن بنستشهد بنفس هذا المثال على أخطر الأركان وهي الصلاة، فأبدأ في القضاء حتى بما القدر اللي يقيم الصلاة. مش لازم يعني أقرأ الفاتحة، مش لازم تحط صورة كمان التسبيحات، بدل ما هي ثلاثة تسبيحة واحدة أصلي مع الصلاة الحاضرة اللي هي خلاص حضرت صلاة فائتة، فأقضي ما علي قدر طاقتي بأقل القراءات والأذكار عشان أقدر أدي مما فاتني أداء من الصلاة. طب فاتني أو كسلت أو حصل حاجة، على طول من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. على طول تقضي الصلاة اللي فاتتك يا أستاذ محمد، وإن شاء واسأل الله سبحانه وتعالى العون والمدد. المدام الأستاذ محمد تعبانة، شفاها الله وعفاها، أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيها شفاء تاما كاملا لا يغادر سقما، اللهم أمين أجمعين. وتتوضى مرة واحدة الصبح وتقوم تصلي الصبح يعني كده تخش تنام من التعب، وبعدين تقوم بعد كده من غير وضوء تصلي، ما يمكنش هذا الأمر. لابد بعد الاستيقاظ من النوم القيام بالوضوء، لأن النوم محل لنقض الوضوء، حينقض وضوءها وبتنام وقت طويل. وما ينفعش إن هي تقوم كده تصلي، مفتاح الصلاة الطهور، لازم تتوضى يا أخي الفاضل. وأسأل الله سبحانه وتعالى لها الشفاء ولكم التوفيق للقيام بأداء الأركان. إحنا جايين هذه الدار في دار امتحان، دار اختبار، كلها امتحانات واختبارات، بس عايزين نتصل فيها بحبل الله المتين ونكون على الطريق الذي يرضيه سبحانه وتعالى. وكل فكرنا وكل تصرفاتنا وكل أحوالنا نربطها برضا عشان نستقيم في هذه الحياة الدنيا. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم. بجاه من بيته، بجاه من بيته في طيبة حرم، واسمه قسم من أعظم القسم. وهذه بردة المختار قد ختمت، والحمد لله في بدء وفي ختم. أبياتها قد أتت 60 مع 100، فرج بها كربنا، فرج بها كربنا يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.